FM. الكلمة ليك. مرحبا بكم. اليوم بما أنه ذكرى ميلاد شخصية وطنية كبيرة عندها إشعاع عالمي، باش نحكي لكم على الزعيم الوطني والنقابي التونسي والفاعل الدولي فرحات حشاد. تولد كيما اليوم في العباسية في قرقنة عام 1914. أول خدمة خدمها كان ناقل بضائع في إحدى شركات النقل البحري في سوسة. كون شخصيته بعصامية، قرأ وطالع وثقف وكون ثقافة سياسية ونقابية. خدمته في شركة النقل بالساحل في مدينة سوسة خلته يترأس نقابة أساسية للعمال تابعة للمنظمة الفرنسوية الاتحاد العام للعمل CGT. خلال الحرب العالمية الثانية اتطوع للعمل مع منظمة الهلال الأحمر لرعاية الجرحى. من بعد خدم موظف حكومي في قطاع الأشغال العمومية في مدينة صفاقس عام 43. أصبح رئيس الاتحاد العام للعمل عام 1944. من بعد استقال منه وأسس وحده اتحاد النقابات المستقلة في كل من الجنوب والشمال. تم انتخابه أول مرة أمين عام الاتحاد العام التونسي بعد تأسيسه عام 46، وتم تعيينه عضو مساعد للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة مكلف بالشؤون الإفريقية. تأثر فرحات حشاد بالفكر النقابي الاشتراكي اللي دافع عن حقوق الطبقة العاملة الكادحة ضد نفوذ الطبقة الرأسمالية المتوحشة، حتى ولا أحد زعماء منظمة الاتحاد العام للعمل. تبنى فرحات نظرية الكفاح المسلح لتحرير تونس بعد ما تم اعتقال أغلب الزعماء السياسيين التونسيين عام 52. كانت حياته قصيرة ما تجاوزتش 41 عام، لكن قضى أكثر من نصها دفاعا عن حقوق العمال وعن استقلال تونس للاستعمار الفرنساوي. عدم اهتمام الاتحاد العام للعمل بمطلب الاستقلال خلاه ينسلخ عنه ويأسس اتحاد النقابات المستقلة في الجنوب عام 44 والنقابات المستقلة في الشمال عام 45. في 20 جانفي 46 أسس حشاد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وأول منظمة نقابية في العالم العربي وإفريقيا، وانتخب أول أمين عام له. في نضاله لتحرير تونس سافر لسان فرانسيسكو وواشنطن ونيويورك بروكسل فرنسا وغيرها من الدول، وكانت رحلاته مكسب حقيقي لتدويل القضية التونسية. فرحات حشاد فتح باب الكفاح المسلح السري ضد الاستعمار الفرنساوي وشرع في تنظيم إضرابات وتحركات شعبية كان لها تأثير كبير على المستعمر. توفى فرحات حشاد في 5 ديسمبر 52، ولقاو الجثة متاعه في طريق قريب الرادس وعليها أثار طلقة نارية في الرأس ووابل من الرصاص في الجسم. وقت اللي تم إعلان نبأ اغتياله على راديو في القايلة، اجتاحت المظاهرات مدن العالم من الدار البيضاء للقاهرة، دمشق، بيروت، كراتشي، جاكرتا، وامتدت أيضا إلى مدن أوروبية كما ميلانو، بروكسل، ستوكهولم، وتحولت في الدار البيضاء إلى أعمال عنف راح ضحيتها العديد من المتظاهرين. الكلمة ليك.